سلطة البنجر دايما بنشتريها من بره. انا عايزك تجيب البنجر يتغسل كويس، والبنجر من الدرنيات زيه زي البطاطس، زي البطاطا، زي الجزر، زي اللفت، زي الفجل. درنيات يعني الثمرة بنحصدها من جوه باطن الارض، هي دي الدرنيات. تاني، درنيات يعني الثمرة اللي بنحصدها من باطن الارض، من تحت الارض، زي الجزر، زي البنجر، زي اللفت، زي الفجل. الحاجات دي كلها مهمة جدا. البطاطس، البطاطا، كل ده. تعالوا ناخدها نغسلها كويس ونعملها سلطة مع بعض لطيفة وجميلة. والمبتدئين في المطبخ وسلطة البرجر ممكن نعملها حلو، ممكن نعمله عصير، ممكن ندخله ببعض الحلويات. خلينا نشوف نعملها مع بعض النهاردة بتفاصيلها الصغيرة. برجر أنا حابب أحط لها شوية توم أدعمها. التوم قيمته الغذائية عالية جدا، وبينشط الكوليسترول، بيخلصنا من الكوليسترول من داخل الجسم والشرايين الدقيقة. معانا بقدونس مفروم ناعم، سنة شبت صغيرة، زيت زيتون وعصير ليمون، ومعلقة سكر ومعلقة ملح، الاتنين مع بعض عملية توازن. هناخد البنجر بتاعنا ده كده نقطعه. في تقطيعتك للبنجر بقى مفيد جدا على فكرة. بص ازاي بالسكينة كده، ولازم يبقى رقيق جدا. انا ما بحبش البنجر التخينه. انا احبها كده. ممكن تبشريه، خلي بالك في طريقه تانية البنجر ده يتبشر، هنشوفها مع بعض دلوقتي. في حاجات من السلطات احنا بنحب نشتريها من بره، صدقوني بجد. يعني انت ممكن تعملي سلطه خيار باللبن، بالزبادي في البيت، انما البنجر عندك سلطه بنجر يا فلان، اديني اتنين برجر. ليه تعمليه في البيت يا ست الكل؟ بالعكس، ده انت ممكن تعملي كميه كبيره وتحطها في الثلاجه، وده روحه طويلة شوية في التلاجة. عكس لما تعملي سلطة فيها توم وفيها حاجات تانية، الخيار مثلا بيدبل بسرعة معاك، البنجر روحه طويلة في قلب التلاجة. ممكن على فكرة حطيه كده بالتقطيعة بتاعته وقطعيه وقت ما انت حابة تعمليه برضو. سكينتك كده تحت ايدك اهو، التقطيعة دي مطلوب. الاحمرار اللي في البلانشة ده خلي بالك ما يخوفكيش، بمجرد ما تحطيها على الحوض وتغسليها مش هتلاقي ليه اي اثر. البرجر بريء من لونه، يعني هو لون بس، انه ممكن في ثواني يطلع من ايدك ويطلع من البلانش عادي خالص. الاولاد بيحبوه الصغيرين علشان طبعا بيعلم في شفايفهم هم بياكلوه، فحاجه حلوه يعني. والبرجر مفيد لعلاج الانيميا، غني بالمعادن، غني بالحديد، الياف، مشاكل الامساك، السكريات بتاعته طبعا كلنا عارفين سكر البرجر. شفتي؟ زي الفل. التقطيعه دي مهمه جدا، خلي بالك لازم احس بالجرشه وانا باكل البنجر. اخد الشويه الصغيرين دولت واخلي الكبيره دي ازين بقى الطبق. وخلي دايما البنجر عندك في التلاجة. اخواننا الصينيين واليابانيين بيلعبوا دور كبير بيه في تزيين الاطباق، في البرزنتيشن بتاع الطبق. يعملوا ورده، يعملوا زهره. لونه بيبقى حلو خاصة لما يتحط في ميه وهو ني. شفت كده؟ زي الفل. هناخد البنجر بعد التقطيع دي يا عم الشيف، تعالوا نشوف هنتبله ازاي. مدارس مختلفة بقى. بعد بخليها زي ما هي كده واحط لها عليها شوية زيت زيتون وشكرا. بعد بحط عليها معلقة سكر زي الفل. يا نعم. زي الفل تمام. ممكن ان احنا نحط عليه شوية عصرة ليمون حسب الرغبة. حلو قوي. هنخلي البلانشه معانا عشان ما ينفعش ان احنا نستهلك كذا بلانشه بنفس اللون. انا بقى حابب اعمله بطعم تاني خالص. شويه بقدونس حلوين، حاجه جديده. هيقول لا ابدا، انت بتشوفيه طبعا في المحلات من غير بقدونس، سنه شبت صغيره هتاخده في طعم تاني خالص. زي الفل. اشيل دول من هنا تمام. عينيا نبص على الرواق. الرواق بيتكلم مصري. بياخد وقته بالسوى. جيب تفاصيل الرواق والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. تعالوا مع بعض، احنا ما زلنا في البنجر بتاعنا. هنحط عليه شوية زيت زيتون. الاختيار ليكي بقى، دي ميزة انك تعملي طبق سلطة في البيت. ما بتبقيش مجبورة انك تاكليه بالطعم اللي جاي او اللي معمول في المحل. زيت زيتون بيدي لمعة، بيدي شماخة، بيدي شخصية للسلطة. حلو قوي. بهاراتك ايه يا عم الشيف السلطة دي؟ للأمانة وأنا معاك أهو. للأمانة هحط شوية فلفل عشان يدي سنة سبايسي شوية. لان البنجر من الحاجات اللي باكلها سكريات، باكل معلقه الثانيه ما بقدرش اتحمل. ورشه ملح هي صغيره زي الفل. اوف اوف اوف. وهنحط معلقه سكر صغيره.
اللهم صل على النبي، مع عصرة الليمون اللطيفة. وادي عصرة الليمون الحلوة. حلوة كده الصلاة معايا جاهزة. لا خالص. وتعالوا مع بعض نحط يا عم الشيف، نحط فص ثوم نايم. بس ايه اللي جاب السمان للبرجر يعني ده الاثنين لون واحد؟ مستحيل يعني، عارف انا بفكر في الموضوع مش قادر استوعب. لا لا حلو. بيقولوا لي في الكنترول تحط سماعه مع البرجر زي اللي بيحط السماعه على التبوله. والله التبوله بتزعل، ده مقدمه شكوى للامم الافريقيه. والله التبوله تحط عليها سماعه. لا لا دي بقى يعني عارف لا تعقل ابدا. سماعه يتحط على الفتوش. كمون يتحط على التبوله. طبعا الحاجات في حاجات يا اخوانا لازم في يعني ما ينفعش اغير. شوربه العدس المصريه لها اصولها، يعني ممكن نحط جزرايه ولكن لونها معروف. ما اشربش شوربه عدس لونها اخضر، لونها بنفسجي، حط عليها سبانخ، ما بقتش عدس مثلا يعني. الكشري معروف. التبوله يعني بهار حلو اللي هي الكبوبه الصيني مع زيت زيتون وعصير حامض، خلص الكلام. وما تحطش رز، لا تحط برغل ناعم مش برغل خشن كمان، وتتزين بالخس وبالنعناع. فتوش ابوه وعمه وابن خالته وابن العيله السماه، ده عنوان الفتوش مع الخبزه المقرمشه المحمصه. خلص الكلام. في سلطات ما ينفعش ان احنا نطور فيها ولا نلعب فيها عشان ما تزعلش مننا. معانا التوم، معانا البنجر، معانا زيت الزيتون، معانا عصير الليمون، كل ده في التتبيله لازم هنا اتدخل بايديا لان لازم دول كلهم مع بعض كده كده. والبنجر ياخد نفس الطعم. تعالوا نغرفها بقى. انت عملت السلطه زي الفل يا شيف. لو انا قدمتها على السفره كده شكلها مش حلو بالامانه. ايه ده سلطه بنجر؟ لا تعالوا اغرفها بطريقه حلوه بقى زي الفل كده، تفتح النفس واحنا مع بعض حالا دلوقتي. تمام، نطلع فاصل ولا نغرف يا شباب؟ قولوا لي. طيب حاضر تمام، تعالوا مع بعض نغرفها غرفه حلوه كده مع بعض. هنجيب سرفيس حلو، ودايما طبق السلطه أنا بعتبره لوحة فنية لكل أم، لكل ست بتتابعني، لكل اللي حابب يخش المطبخ. فرصة ليكي، برهان للحب. معطياته حاجات بسيطة وسهلة. ما كنا اتعلمنا في الثانوية العامة وفي الإعدادية المسألة معطيات وبرهان ومطلوب إثباته. حلو الكلام؟ فإحنا معطياتك بنجر وشوية توابل وشوية حاجات. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نغرفها إزاي؟ ادي كابوتشا البيضه الحلوه دي كده. الله، فرصه ناخدها كده. حلو قوي يا عم الشيف، تسلم ايدك. حطهم هنا كده وناخد الكابوتشا الحمراء دي كده. طب احنا خلي بالكم دي كانت معانا امبارح، ما اترمتش، موجوده معانا وتقعد معايا اسبوع. طول ما هي موجوده عندي في المطبخ بستخدمها في حاجات كتير. شفت بعمل ايه؟ الله عليك، شفت الحلاوة؟ حطي فيها جمبري كوكتيل، ماشي. تحطي فيها سلطة البنجر، ماشي. تعملي تبولة وتحطها فيها، ماشي. تعملي فتوش وتحطها فيها، ماشي. والله العظيم حاجات وأفكار بسيطة، زي دايما ما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنخليها زي ما هي كده. حلو الكلام؟ تمام. خليها بالشكل ده كده، حلوة. تمام. ناخد واحدة كمان. الصوت، الصوت يعني جميل جدا. نحط دي كده في زي الفل. نكمل مع بعض. ناخد بيت الكرنبايه دي احنا مع بعض. لوحه فنيه. خلي بقى جوزك يجي من بره كده عامله له سفره حلوه قوي ويلاقي طبق السلطه ده كده، على طول هيترجم له انك انت داخله المطبخ بمزاج وبحب. والصوره بتعبر عن حاجات كتيره قوي على فكره. عالم الصحافة والصحافة السلطة القوية يقول لك بالصورة بتعبر عن ألف كلمة. لا احنا معانا بقى على شاشة القناة الأولى بتعبر بمليون كلمة. الجرجير الحلو ده كده. تقطع كده. طبق السلطة يتحط على السفرة، هي بنجر. بس شوفي بقى متعددات البنجر. هناخد الجرجير ده كده يا عم الشيف. يتحط كده في الطبق ده كده. الله الله عليك، ونحط دي كده زي الفل. ونغرف السلطه بتاعتنا الحلوه دي كده بالمعلقه في قلب الحاجات دي كده. اللهم صل على النبي. الله
شفت البنجر نازل مبسوط ازاي؟ فرحان زي العروسه لما نحطها في الكوشه كده يوم عرسها كوش اهو. بنجر لطيف وجميل تبلناه اهو في قلب الموضوع ده هنا اهو زي الفل اهو. الله اهو حلو. طريقه الغرف مهمه جدا، البرزنتيشن اللي هو الديكور اللي هو الشكل مهم جدا في كل المطابخ بقى. نحطهم هنا كلهم ونعمل تاتش بسيط كده. شفت الجو ده كده؟ شويه الميه دول ينزلوا على الكرنب كده. التاتش ده اللي ننزل كده زي الفل كده. انا خلصت السلطه بتاعتي حلوه معايا. نعم معايا حبيت بنجر اهي. ناخد البنجرية دي كده. عايز تشوف الرقاق؟ انا جاهز جاهز. انت عاجبك شكل الرقاق في الفرن؟ انا عارف اهو. شفت البنجر ده كده اهو اخوانا. طب ناخد بعضنا ونطلع فاصل يا شباب. يلا خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وسيبونا عيش مع طبق السلطه ده، لانه لو قعد قدامي ساعه زمن هياخد منه صوره جديده. كل ما طبق السلطه قاعد معايا والسكينه معايا انا بعمل شكل جديد. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. انا بقول طبق السلطه دايما لما بتيجي سيرته ولما يجي وقته نتكلم عنه. انا بسميه اللوحه الفنيه اللي بتبرهن حبك للمطبخ، حبك لاسرتك، حبك لضيوفك اللي جايين لك، حتى لو من افراد العائله، حماتك، ماما، حد من افراد زوجك، افراد عائلتك. طبق السلطه حاجه بسيطه مش مكلفه، ولكن طريقه التقطيع طريقه التقديم بتعبر عن حاجات كتيره قوي.